سؤالي للمهندسة ميرفت، يعني البيت كان يعني ايه موقفه لما حضرتك يعني قررتي انك تبقي واعظة؟ هو أنا لما دخلت المعهد الدعاية كنت مبسوطة، وكان بيساعدوني في البيت، يعني جوزي بصراحة بيساندني في كل حاجة. يعني احنا تقريبا 3/4 الوقت احنا بره، بين دورات وندوات ومؤتمرات. هو بقى اللي بيطبخ وكده، لا ولا لا مش للدرجة دي؟ لا، كله الحمد لله تمام. عارف حضرتك لما بتكون انت ربنا يعني بيسر لك حاجه وانت مبسوط فيها، انت بتكمل في كل الاجزاء الاخرى، يعني بتحاول ان انت تعمل كل حاجه عشان ما تبقاش عندك يعني خلل في جزئيه معينه. فبالتالي لما بتعمل ده وهو بيشافك مبسوط، هو بيقف معايا. بصراحه جوزي بيساعدني جامد جدا. انا ربنا ما رزقنيش باولاد، بس جوزي بيساعدني تماما في الموضوع ده. فانا لما بنجح هو بيبقى مبسوط لنجاحي، والحمد لله احنا يعني من مرحله لمرحله. يعني احنا داخلين في، يعني خلصنا معهد الدعاه، انا دخلت معهد القراءات عشان اخد اجازه برضو في القران. نعم. بعد كده ابتدينا بقى يعني خط من الدورات، ودخلنا اكاديميه اوقاف الدوليه، دي كانت اكتر من رائعه. دخلنا فيها يعني اخذنا علوم شرعيه وغير شرعيه، اللي هي تخلينا نقدر نتكلم مع الناس في الحياه في الوقت الحالي. احنا كل زمن وليه فقه، الفقه المعاصر يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. وبصراحه معالي وزير اوقاف يعني ادانا فرصه هايله ان احنا نتعلم كل الحاجات احنا بنتعلمها دلوقتي. يعني الدكتور مختار جمعه يعني متحمس جدا لهذه صحيح. الفكره، واحتمال يدخل معانا دلوقتي لو كان سمعنا. معالي الوزير لو انت سمعنا احنا في انتظارك، بنوجه له تحيه من صراحة دارك يعني صراحه. بس مش عارف، يمكن هو بينام بدري فمش عارف. ومعالي الوزير لا ينام. معالي الوزير لا ينام بجد. الوزير الذي لا ينام بجد يا استاذ عمرو، بجد يعني في انسان ما بينامش بجد بجد، عمل واصل ليل نهار. يعني احنا بنقول كده علشان معالي وزير، لكن احنا الحقيقه هو فعلا كده. يعني طيب، حتى تلاقي ملف الوعظات حضرتك لما تشوف هتلاقي الجهد المبذول الفظيع ده. نعم.